إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. الآية دي كانت سبب إن واحد من علماء الطب يسلم لله عز وجل، وأنا سمعته بنفسي في فيديو أعلن إسلامه وقال السبب اللي من أجله أسلم. لفترة قريبة ممكن في القرن 19 ما كانوش يعرفوا إن الجلد هو سبب الإحساس، الجلد نفسه، هو الإنسان بيتألم مش بالجلد. مؤخرا في فترة قريبة بعد القرن 19 اكتشفوا بالأدلة القطعية ان الجلد نفسه هو الذي يسبب الإحساس. فالكلام ده مش من قرون، لا الكلام ده يعتبر قريب الى حد ما. فلما علم ان القرآن قال بهذا الكلام، اسمع، بدلناهم جلودا غيرها ليه؟ ليذوقوا العذاب. يبقى الجلد هو اللي بيحس، هو سبب الإحساس، فأسلم فورا. اللي مش ممكن من ألف حاجة مكتشفينها من 100-200 سنة يكون القرآن تكلم عنها من 1400 سنة، فده دليل قطعي على أن القرآن من عند الله عز وجل. وعالم كبير وأسلم في مؤتمر حافل وأعلن إسلامه بسبب هذه الآية. طيب إن الذين كفروا بآياتنا، طيب يعني اليهود بقى عاملين يكفروا بالله والمشركون والملاحدة دول، إيه أحوالهم؟ سوف نصليهم نارا، ندخلهم نارا. كلما نضجت يعني احترقت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ودي من أشد الآيات في التخويف من النار، إن العذاب دائم متصل. ما هو لما تتحرق الجلد خلاص مسببات الإحساس انتهت. فربنا عز وجل نكالا في الكافرين يعود هذه الجلود جلودا غيرها فيذوق العذاب مرة أخرى، وهكذا في عذاب مستمر والعياذ بالله. يعني هذه الآية كفيلة أن أي إنسان مصر على معصية يتركها، لأنه لا يحتمل الآلام. سبحان الله، وأنت بتعمل كوباية شاي وتشوف المية بتغلي كده، لو نقطتين ثلاثة تحطوا على جلدك بتتألم ألما شديدا، ودي مية مش نار، مية مغلية. إنسان ساعات كده تحت الدش يقول سبحان الله المية دي لو نازلة نار إنسان يستحمل إزاي؟ نار نازلة على وأنت لا تستطيع أن تفر، إنها عليهم مؤصدة مغلقة، النار مغلقة مش عارف مش هتعرف تجري. فأمر شديد جدا، لذلك المسلم يعيش في الدنيا على أمل إنه لا يدخل النار أصلا. مش زي بعض الناس يقول لك إحنا هنخش النار شوية ونخرج، لا، أنت يكون هدفك ما تخشش النار أصلا. حسن ظني بالله، بس حسن ظن يتبع بالعمل، مش حسن ظن وانام عن صلاة الفجر او لنا اظلم اخويا او اختي في الميراث او لنا اخذ الرشوة او لنا اقسم باسم الله كذبا او لنا امشي مع النساء في علاقات محرمة. لا، حسن ظن بتوب وربنا هتقبل ان شاء الله، بس بتوب. بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا يعني غالبا، يعني محدش هيقدر يخرج من حكمه، غالب، حكيما، يضع الشيء في موضعه. الكافر يخش النار، الكافر بالخالق، والمؤمن يدخل الجنة. مش دايما مش الحكمة اللي ربنا يعفو عن الجميع، وإلا فين الابتلاء والاختبار؟ ثم الله عز وجل هو الذي أخبرنا بذلك، نحن قلنا ذلك لأن الله أخبرنا بذلك أن الكافر مآله إلى النار.
وأن المؤمن في الجنة وأن العاصي قد يطهر في النار ثم يدخل الجنة. هي درجات. إن الله كان عزيزا حكيما. فالسياق هنا يتناسب مع شدة الآيات، يعني ما تلاقيش إن الله كان غفورا رحيما، الآيات فيها تشديد، زي ما الأعرابي لما سمع قول الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قالوا لا مش ممكن، مش ممكن تبقى نهاية الآية هو لسه ما يعرفش حاجة، مش ممكن نهاية الآية تبقى غفور رحيم. فعلا الراجل راجع نفسه لها نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالأعرابي قال صح، عز فغلب فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. ده ربنا بيقول لهم اقطعوا يد السارق، يبقى فيه هنا غلبة وعزة، ده حكم الله عز وجل. فهنا الآيات تناسبت، إن الله كان عزيزاً